مع السيد طارق صعب المعالج بالطاقة بيطل علينا عبر التطبيق زوم لنعرف منه كيف فينا نعمل مديتيشن لحب الذات. نحن بحاجة أنه نحب حالنا بالدرجة الأولى لنقدر نحب الآخر اللي عم نتعاطى معه بهيدا الوطن. طارق صعب صباح الخير. أستاذ طارق عم تسمعني؟ هلا عم بسمعك حسام. عظيم، يلا انا عم بسمعك وعم شوفك. انا كمان عشبيك بدي اعمل مديتيشن تخفف ستريس عني لان ما بدنا نروح اللقاء معك على الفاضي بقصه الكونكشن. يلا نجر حال. طيب بدي اسالك كيف فينا نحن نلخص المديتيشن يعني للاشخاص اللي عم بيسمعوا بهالكلمه لاول مره او بيسمعوها بس ما بيعرفوا شو هي التكنيك تبعها او شو الهدف منها، كيف فينا نلخص المديتيشن وشو هي انواعها؟ اوكي، بمختصر مفيد نحن بنعرف انه المديتيشن هي بتشفي الجسد بينما المديتيشن هي بتشفي الروح، كلمتين مثل بعضهم فرق حرف واحد. نعم. فينا نحكي انه المديتيشن هي نوع من الرحله الذاتيه، تامل نفسي، الواحد بيكون مصفي ذهنه من كل الافكار من كل الاشياء وعم بيركز بس على النفس تبعه. هلا في انواع كثير من المديتيشن، وبتعرف مؤخرا صار في ترند كثير يوغا كلاسز ومديتيشن. صحيح. العالم عم بيتجهوا على العلاجات البديليه اللي نحن هلا بحاجه لها بالصور بالاخص بهالوقت. فاذا بدنا نحكي عن انواع المديتيشن، في عندك المديتيشن الأكثر شيء العالم بيعملوها يلي هي المايندفولنس، الواحد بيكون كتير aware in the present moment، بيكون مركز أكثر شيء على ما بيقولوا وضعه الحالي وعلى نفسه. في عندك نوع من المديتيشن يلي كتير بيعملوها بيوروب اسمها فيباسانا، هي نوع من المديتيشن يلي الواحد بيضلوا فيها silent. في عالم بيعملوها ل 5 days أمرار، ما بيكونوا عم يحكوا ولا شيء، بس التركيز بيكون كمان على نفسهم. في عندك انواع كثير من المديتيشن، كل شخص بنقي المديتيشن الاكثر شيء بتكون ملائمه لإله. مثلا الاشخاص يلي ما بيكون عندهم كثير قوه تركيز بيعملوا مديتيشن اسمها تراتاكا، يلي هي الواحد بيكون عم بيركز على شمعه وعم بيعطي نظره 100% عليها لحتى مع الوقت يقوى التركيز عنده. ففي انواع كثير فينا نعدهم من هلا العوكرانويه. نعم. طيب طالما اخذنا فكره عن الانواع ونحن اليوم عم نركز على حب الذات وكونك معالج بالطاقه، شو هي الطرق لنحن نحب حالنا؟ وبنفس الوقت يعني كيف بنعرف انه نحن ما بنحب حالنا حتى نروح لهيدا التكنيك؟ حلو سؤالك، لانه في شيء نحن كلنا بنعرفه انه الواحد ما بيقدر يحب الغير اذا ما حب نفسه، وما بيقدر يسامح الغير كمان اذا ما سامح نفسه. نعم. انا من سنه ونص تقريبا وقت اللي كنت باسبانيا عم بتعلم لفت انتباهي فلسفه كثير حلوه جايه من جزيره هاواي. نعم. اللي هي من خلال مديتيشن كانوا هن يعملوها بالزمانات اسمها اوبونوبونو. هيدي الكلمه عبارة عن الواحد ليصلح خطأ معين أو ليمحي شيء زعجه أو بطل ينفعه. فهي المديتيشن يلي اسمها أوبونوبونو يلي أنا درستها هونيك وبعطيها، هي تحديداً لحب النفس والفورغيفنس، سيلف لوف اند فورغيفنس. وهذا الشيء كنت عم بتقوله هلأ كتير كتير ضروري نحن نعمله، لأنه هذا الشيء أكثر شيء نحن بحاجة له. وتخيل أنه كيف الكمبيوتر انت وقت اللي بتاخده لتعمل له ريفورمات، بتعمل له ريفورمات لانه بتكون بدك تمحي عنه اشياء قديمه بطلت تنفعك مثل صور قديمه، فايلات ما انت عم تعملها، فبتعمل لها انت ريفورمات، بيجيك هالكمبيوتر جديد نظيف، بتعمل له ستورج جديد لسوفت وير وبيبلش منها. هيدي المديتيشن الاوبونوبونو تقريبا كثير قريبه من هيدا النوع، لانه نحن بنكون عم نشيل كل الليميتيشنز كل هالريستريكشنز اللي عندنا اياها براسنا بطريقه تفكيرنا، حتى عم نمحيها لنبلش بطريقه جديده وحلوه بطريقه تفكير حتى غير. بنكون عم نحب نفسنا اكثر وبنكون عم نحب الغير وعم نسامح نفسنا وعم نسامح الغير. هيدي هي بمختصر المديتيشن اللي انا
دائما بنصح فيها العالم يعملوها، غريبه ما حدا كثير بيعملها، بس اذا الواحد بلش فيها ل 28 يوم اكيد تمام حيحس بتغييرات كثير بحياته. يعني مثل ما فهمت فيي استعين بالتكنولوجيا الموجوده بين ايدي، روح على الالبوم كل صور بتزعجني او بتذكرني بمأساة اعمل لها ديليت، حطها بمطرح هو برميل الزباله، هيك استعملوا الساين، ارجع فوت على ريسنتلي ديليت كمان امحيهم كلهم سوا، تاكد اني امحيتهم خلص اطلع منهم. بهيدي الطريقه بكون انا عم بعرف شو اللي بيزعجني وشو اللي ممكن يعني اخف ازعاج او ازعاج اكثر او توتر بيخلق لي اياه، بحسسني بضعف عندي اياه يكون موجود، من هيك بخليني ما اكون راضي عن حالي. فيك تعتبر هيك، فيك تقول هيك، لانه نحن بالنهايه نحن اللي بنقرر. نعم، نحن بنشوف كيف طريقه كثيرنا بدها تكون، ونحن بنشوف كيف الطريقه اللي نحن بتساعدنا اكثر لحتى يكون عندنا هالسلام الداخلي. نعم. مديتيشنز انواع كثير. نوع من هالمديتيشن يلي هي تو ديليت اول ذوز نيجاتيف ايدياز والاشياء اللي كانت تزعجنا وبالاخص هلا. نعم. هون عم نشوف نحن هون بتركيا، انا كنت اعطي مديتيشنز متنوعه. هيدي الفايلت فليم هي نوع من المديتيشن لتشيل كل الطاقه السلبيه يلي كنت عم تحكي عنه حضرتك من شوي، الافكار السلبيه اللي بتزعجنا. الاوبونوبونو هون كثير عملناها وقت كان في فول مون، لانه هي بتكون عم تفوت انت لنفسك لذاتك وعم تحكي بينك وبين حالك انه انت هلا قررت بدك تمحي كل الشيء كان يزعجك، بدك تسامح نفسك على الاخطاء يلي انت عملتها مع حالك، حتى بدك تسامح الغير يلي هن اخطاوا تجاهك. نعم. هي بتكون ريبروكال، بتكون عم بتحب حالك وعم بتحب الغير، عم بتسامح نفسك وعم بتسامح الغير، وهي من خلال اربع جمل نحن بنقولهم مثل affirmations يلي هن بيكونوا I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. تخيل انه هودي الاربع جمل فيهم اربع مزايا ولا اروع من هيك. نحن عم نسامح، عم نعترف، عم نحب، وعم بيكون عندنا هالامتنان، وهودي ما كل الاشخاص عندهم اياهم، بالاخص بهالايام الصعبه اللي نحن عم نمر فيها. نعم. كلها حقد وكلها غضب وكلها زعل وكلها كلنا مشدودين. فهودي نحن كل يوم اكيد تمام لحالك حتحس بانرجي تغيرت بجسمك. نعم، بس خليني استوضح طالما عم شوف هيدي الصوره، هودي اللي بدنا نقولهم، يعني نعتذر من حالنا، نحب حالنا، نفكر بحالنا وننسى حالنا. بدك تعتبر، فيك تعتبرها هيك، لانه انت وقت اللي بتكون عم تعمل هالمديتيشن وعم تعمل هالكونكشن تو يور هاير سيلف، انت بتكون عم تحكي مع نفسك، عم بتسامح نفسك لكل الاشياء اللي انت اخطات فيها بحقك. اوكي. لانه نحن كثير امرار بنكون عم نطلب اشخاص يسامحونا، بس بنفس الوقت بدك تكون انت عم بتسامح الاشخاص يلي هن عملوا لك غلط، وانت كمان يلي اخطات باتجاههم بطريقه معينه. كمان نعم. في نوع من الفورجيفنس ثيرابي للشخص يلي بيعملها لمده 33 يوم، يعني بيكون حاطط اسامي اشخاص هو اخطا بحقهم واسامي اشخاص هن اخطاوا بحقهم لمده 33 يوم. اذا كل يوم بطريقه محدده قال اساميهم، بتعرف انه بيصير في الفورجيفنس وهالبلاطه يلي على قلبه وكل هالزعل يلي بيكون مشحون لنعتبر بيروح. طيب بدي اقول يعني شغله، انطلاقا من اختباراتنا بالحياه، اوقات لما بتعمل مشكل مع شخص شو ما كانت الحاله، عاطفيه، صداقه، زماله، دائما نحن بنقول نحن معنا الحق، الاخر هو اخطا بحقنا، بس يمرق وقت وبتصير تفكر بتلاقيها تافهه وبتحس حالك انه تكتشف، انا هيك بصير معي، انه لا يمكن انا اعطيته سبب لهو تصرف معي، معناتها انا كمان اخطات بحق الاخر تكانت رده فعله هيك. اكيد. هون اللي كنت عم تحكي عنه اول شيء هو الايجو. نحن الايجو هو انا بعتبره مثل سم. الايجو يلي بيوقعنا بكل هذه المشاكل، وخصوصي وقت بيكون في مشكله بين شخصين. الايجو وقت بياخذ الماكسيموم ب
طبيعة العلاقة بين الأشخاص، هون بيصير في المشاكل وهون بيصير في الزعل. بس الواحد بده يطلع مثل ما بيقولوا بحي الله مشكلة بتصير معه من الميلتين، وأهم شيء أهم شيء ما يكون انفولفد كثير ايموشنلي، يعني يكون أكثر شيء عم بيراقب وما عم بيكون كثير منجرف بمشاعره بأحاسيسه، لأنه ردة الفعل هي اللي بتسبب المشاكل، بيصير الخلاف بين الاثنين، ساعتها بدك تنطر ليصير في تسامح وليصير في محبة من الثاني وترجع الأمور. حقيقة 100% صراحة. خلينا نستفيد من حضورك معنا تنعرف كيف بتتم الجلسة، بعدين يعني بدي روح على نوع من أنواع المديتيشن اللي بنقدر من خلاله نغير حياتنا. بس ما بعرف يعني أنا كمان اختباري بهال 17 سنة بيوم جديد، كلمة نغير حياتنا هيك عشوائية فضفاضة عنوان كتير عريض. بدنا نعرف شو اللي ناقصنا بحياتنا، شو اللي ما عم بيخلينا نتقدم، بدنا نفهم حالنا بالدرجة الأولى، ليه منضلنا زعنينين، ليه ما عم نرضى بحالنا، نشتغل ومنقبض ومنعيش ومنسافر ومنروح ومنجي وما منلاقي حالنا مبسوطين، وين هالنقطة اللي بتخلينا دايما هيك نحن مزعوجين، وأوقات هالانزعاج بيجلب الطاقة السلبية لنا. بعدك عم بتقولها، نحن بنفسنا بنكون عم نجلب، يا عم نجلب الطاقة السلبية، وقت الواحد بده يكون دايما مزعوج عم بنق وما في شيء عاجبه، انت لوحدك you are creating your environment اللي حيكون very toxic very negative through your thoughts. إذا بدنا نرجع لدكتور جو ديسبنسا شو قال، إنه نحن we can rewire our thoughts. إذا الواحد غير تفكيره بتغير حياته. فكر بكل شيء بوزيتيف، فكر بكل شيء منيح بده يجيك، you will attract it by the end of the day. إذا بدك تكون قاعد بديبرشن، بدك تكون قاعد مزعوج بكل شيء، أنت حتغرق. أنا دائماً بقول إنه الباخرة، باخرة حواليها مي، بس ما بتغرق إلا إذا فاتت المي عليها. ونحن إذا بدنا نكون عم نفوت هالأفكار السلبية، وبدنا نكون دائماً مزعوجين من كل الأشياء، حنوقع بفخ الديبرشن، بالتعاسة، بالزعل، ولا شيء منيح رح يكون منيح. نعم. طيب كيف فينا نزيل هالطاقة السلبية؟ كيف انت بتفكر إلي؟ نعم. يا بتكون عم تفكر بطريقة بوزيتيف انه كل شيء منيح رح يصير معك تو اتراكتد، لانه هيدي كلها فايبس كلها انرجي، او بدك توقع بهيدي الفيشس سيركل الدوامة، كل شيء عاطل رح يصير، وبتكون انت عم تجرؤ لنفسك من طريقة تفكيرك. طيب نحن وحدنا قادرين نعمل هالشيء؟ يعني اذا كنت انا من الاشخاص اللي ما عندي اذا بدك شهامة التسامح، شو بقدر أعمل؟ يعني بعد الطاقة السلبية موجودة جواتي. في كتير أشخاص مثلك، في كتير أشخاص ما بيسامحوا. مش أنا عم بعطي إكزامبل. بس عطيته عن حالي. في كتير أشخاص أنا من خلال الريتريتس اللي بعملهم والعلاجات اللي بكون عم بقدمها through the therapies، كتير بكون عم بحكي مع عالم بيقولوا لي نحن ما فينا نسامح. نحن أخطأوا بحقنا كتير، ما منسامح وحتى ما مننسى. هيدا الشيء هني ما بيكونوا عم يعرفوا قد ايه النيجاتيف افكت بتكون على الهارت شاكرا تبعيتهم، قد ايه بيكونوا عم بيعملوا بلوكجز على هالطاقه يلي عم تطلع من قلبهم، بحسوا مثل بلاطه على القلب. فالواحد امرار كثير وقت بده يسامح، حتى لو كان هيدا الشخص ما بيستاهل انه الواحد يسامحه، انت عم بتسامحه ليكون في عندك انر بيس، لتشيل كل هالضغط يلي عندك على الهارت شاكرا لحتى تكون مرتاح وعم كفي حياتك بسلام، لانه هو ما حتفرق معه الشخص سامحته او لا. صحيح. انت تكون عم تسامحه بينك وبين نفسك لانت تكون عايش بسلام، وهذا بودا إيه لما انا قلتها. نعم. واحد طيب. وقت بده يسامح عم يسامح كرمال نفسه مش كرمال الغير. صحيح. بدي يعني اطرح معك موضوع من خلال سؤال اخير ورح يكون شخصي. كطارق صعب المعالج بالطاقه اللي بتشيل الطاقه السلبيه من نفوس وعقول واجسام الناس اللي شفناهم معك بالفيديو، مين بيساعدك لتتخلص من الطاقة السلبية؟ واليوم أنت بظل هيدا الظرف اللي نحن عم نعيشه، هالاعتداء، هالإجرام، هالضحايا، الأرقام اللي عم بتزيد يوم بعد يوم، البيوت اللي تهدمت، الناس اللي عم تنزح، المشاهد اللي مشوفها على التي في، كيف فينا نحمي حالنا؟ وأنت تحديدا كيفك تحمي حالك من الخوف من بكرة، خوف من الحرب، وشفنا نتيجها لحد هلأ شو صار؟ كيف بنقدر نحن نساعد حالنا؟ لأن ما بتسأل حدا كيفك بيقول لك إنه شو بتضحك عليك وبقول لك أنا منيح. مزبوط مزبوط.
هذا الوضع اللي نحن عم نمرق فيه كلنا من أصعب الأوقات يلي حي الله شعب ممكن يمرق فيه ويتحمل هذا الشيء اللي عم بتصير. سؤالك كمان برجع بقول لك إنه سألتني إنه مين بيقدر يساعدك لحتى يشيل الطاقة السلبية؟ الجواب هو أنت، هو نفسك بالطريقة اللي أنت يلي بتتعاطى مع هالأمور كلها يلي بتجيك، كيف أنت بتشوفها ومن أي ميلة فيك تاخذها. الأخبار، السوشيال ميديا، الأشياء اللي صارت عم بتصير، كل هالتوتر يلي نحن عم ناخده ثلاث أرباعه جاي من الأشياء اللي عم نسمعها ويلي عم نشوفها. كباية المي وقت اللي بتعبيها مي لفوق خلص صارت ساتوريتد، صارت معباية، قد ما بدك تحط فيها خلص صارت إنف. أنا دائما بحاول بنهار أعمل 20 دقيقة الصبح، 20 دقيقة المساء، نوع من المديتيشن اللي بكون قاعد فيها لنفسي، بكون عم بسمع فيها موسيقى معينة بهيرتز معينة، بكون عم بعمل طريقة تنفس معينة، لكون عم ساعد حالي لشيل كل هالأفكار السيئة، كل هالنيجاتيف فايبز، نيجاتيف ايموشنز اللي ممكن تأثر علي، تعمل لي هالتوتر. والتوتر ما تنسى الواحد وقت بيكون موتر أو زعلان أو خايفين، معتك تنضرب، قلبك بينضرب، طريقة تنفسك تتغير. فنحن بدنا نحاول نبعد عن هالأشياء بطريقة كتير سيمبل، ونحن نكون عم نعملها وعم ننفذها ببيتنا لحالنا، لنكون عم نعمل هالبابل أوف بيس، لنكون عم نعمل هالجو الخارجي اللي نحن عم نضلنا قاعدين فيه مرتاحين وما عم ننجرف بالمشاعر. لأنه إذا وقعنا بهذه الدوامة اللي فتنا بتروماز، فتنا بديبريشن، فتنا بحبوب، فتنا بمشاكل صحيح. كتير. بدنا دائما نقول انه كل شيء اللي عم بمر معنا هو تمبرري، لانه مرحله ان شاء الله يا رب يكون مرحله مؤقته ان شاء الله يا رب. استاذ طارق صعب، شكرا لاطلالتك معنا. بذكر حضرتك معالج بالطاقه، وان شاء الله يعني هيك بس تهدى الاحوال، شو رايك نعمل سيشن مع حضرتك انا والصبايا بيوم جديد، نتربع أكيد. على الارض وتعلمنا كيف نتنفس، اوقات بنختنق ما بنقدر ناخذ نفس. ليك لعيونك لارجع على بيروت ان الله راد، رح نعملها لايف لكل أوكي. العالم اللي عم يحضرونا، نعملها زوم وتكون جايدد لكل العالم. اوكي، شكرا لك طارق صعب، يعطيك العافيه وترجع بالسلامه. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بنروح الى بريك، من بعد سحر بطل عليكم مع دكتور جورج يارد، وطبعا موضوع طبي بتتناقش فيه معه لتقدم لكم كل الافاده وكل المعلومات اللي انتم حابين تسمعوها.